والاحتجاجات مستمرة في زحل والبقاع تمديدا بخطف ريشة. نحن اليوم إذا الدولة ما رح تاخذ لنا حقنا، نحن مضطرين ناخذ حقنا بإيدنا. وبريتال تعتصم تضامنا. هي وقفة تضامن ورسالة محبة لأهلنا، عائلة ريشة وأهلنا في كل زحل. حزب الله يستهدف موقعا لداعش في جرود رأس بعلبك. أبو الغيط في بيروت وعون، لبنان متمسك بالتضامن العربي. مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهؤلاء. ترامب يدخل البيت الأبيض على وقع التظاهرات الشعبية. طاب يومكم. التصعيد يتواصل في زحل والبقاع الذي تقطعت أوصاله بعد قطع الطرقات تمديدا باستمرار اختطاف رجل الأعمال سعد ريشة، فيما لم تنجح الاتصالات والوساطات السياسية حتى الآن بإقناع خطيفيه بإطلاق سراحه، لا سيما أن الرئيس بري أوفد لهذه المهمة بسام طليس إلى بريتال التي استنكر أهلها عملية الخطف، وقال رئيس بلديتها إن الخاطفين لا يمثلون إلا أنفسهم. وفي المواقف السياسية أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون لوفد من البقاع الشمالي متابعة قضية ريشة واستنفار كل القوى الأمنية لإعادته سالما إلى عائلته. وفي هذه الأثناء تتواصل التحركات الاحتجاجية في منطقة شتورة، ومن هناك تنضم إلينا مباشرة الزميلة ليال بموسى لإطلاعنا على التفاصيل. ليال، إذا حركة قطع الطرقات مستمرة، ماذا عن الوضع في هذه الأثناء؟ نعم كريستين، كما ذكرت قطع الطرقات، عملية قطع الطرقات مستمرة منذ البارحة في البقاع. تم قطع مفرق جديدة، تم قطع الفرزل، سعد نايل، كسارة، طرق عديدة. نحن متواجدون الآن أمام، أو إذا صح التعبير، في مستديرة شتورة قرب محل سانت الريشة، ومحلات أخرى أقفلت احتجاجا وتضامنا مع أهالي ريشة ومحبيه. تجار شتورة أقفلوا محالهم التجارية، وتم قطع الطريق الأساسية في شتورة كما وفي جديتا أيضا. سنتكلم الآن مع شقيقة المخطوف. يعني اليوم عم نشوف قطع طرقات، عم نشوف احتجاج منكم ومن أهالي زحلة، احتجاج كبير. شو في تصعيد؟ صار في أي معلومات جديدة؟ نحن اليوم حبينا نصعد أكثر، لأنه نحن وعدنا مبارح أنه خينا بده يطلع من الاختطاف وما لمسنا أي شيء، وأخذنا هالخطوات وصعدنا لحتى نعمل ضغط أكثر على القوات السياسية، على الجهاز الأمني، لأنه حياة خينا كتير غالي، بغض النظر أنه هو إنسان كبير بالعمر بياخد أدوية، مريض، هو خينا وخي كل المنطقة. يعني هون إذا بتشوف الاحتجاج بشتورة، لأنه نحن انطلقنا من شتورة، قال ريشة، بيربطنا تاريخ كبير بين عائلة ريشة وشتورة. واليوم نحن كل المتضامنين معنا، أهل جديدة، شتورة، أب الياس، نحن بنشكرهم يعني أكيد. بس أنا عم بحكي عن هالوقفة هلأ بساحة شتورة لحتى نعبر أكثر قديش العالم كلها بدها تخلص من هالوضع يلي نحن يئسنا منه، وبنتمنى أنه هالشي ما يطول أكثر ويرجع خيي بأقرب وقت، وكل العالم تكون مرتاحة من الإجراءات يلي الدولة بدها تاخدها لحتى نخلص من عملية الخطف يلي نحن كشعب لبناني نحن من حقنا نعيش. ما صار في اتصال لحد اليوم؟ يعني نحن كان في عنا مقابلة مع شقيق استاذ جوزيف، وقالنا ما في أي، يعني بعد لهلأ ما بتعرفوا السبب أبدا، وما صار في اتصال معكم لحد هلأ؟ ما في اتصال، في حكي، ناس بتنقل حكي، بس نحن كعائلة
مع اخوتي الكبار يلي هني عم بيتابعوا الامر بشكل دقيق، ما اجينا ولا اي اتصال لحد هلا. نتمنى باسرع وقت ينفرج عنه لحتى نطمن، يطمن بالنا وتروق هالامور وترجع الطرقات تفتح. ما بتفتح الطرقات ليطلع ان شاء الله خير. كمان كريستين رح ننتقل مع سعاده النائب سليم عون، حضرتك موجود هون لتوقف وتتضامن مع اهالي المخطوف رجل الاعمال سعد ريشه. اليوم عم نشوف من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري كان في يعني بسامه ليسكا يمكن غير رسمي، اذا فينا نعتبر وفد غير رسمي. اليوم حضرتك من الوفود الرسميه والاساسيه هون، فرح يكون لكم دور لاطلاق سراح. بكل اول شيء ما قلنا بالجميل نكون واقفين هون، نحن متضامنين مش بس مع عائلة ريشة وأهل المنطقة، كمان متضامنين مع أنفسنا لأنه كلنا مستهدفين. ويمكن نحن اليوم بداية العهد، هلا قلتها من شوي، كمان هو مستهدف العهد. واللي بقدر أقوله أنه فخامة الرئيس واعد أنه بدها تكون هيدي آخر حادثة بدها تصير، وحط بأولويته صار الأمن بالبقاع، هيدا من الجهة الرسمية وهي أعلى سلطة رسمية موجودة حاليا. وايضا مثل ما قلت من شوي عم بيتابع كل التحركات الشعبيه، لانه بالاخر نحن كل عمل سياسي كان مسؤول ولا مسؤول منتخب او معين او بالسلطه التنفيذيه او تشريعيه، اساس وجوده وتكوينه هو لخدمه مجتمعه. فوقت يبقى مجتمعه مهدد بامنه بحياته باستقراره، هيدي الاولويه المطلقه اللي ما بعدها اولويه. صار بيكفينا شوفي وين ادنى شيء صرنا عم نطالب فيه، هي باعاده الامور الى طبيعتها، باعاده الامان. اليوم مؤامرات كثيره جربت تفوت على الداخل اللبناني وما نجحت. بنشوف بسهوله اليوم بعض العصابات اللي ومعروفين وبزياده يعني انه معروفين، وتم التساهل كثير عنهم بالسابق. اليوم اكيد ما مطلوب ابدا التساهل معهم ومع غيرهم، وهن حتى اذا عديناهم ما بيتجاوزوا اعدادهم، منا هالاعداد الكبيره في. وهيدي الوقفه اليوم برجع بقول لك هدفها الاساسي هي خلص انه هيدا الموضوع انطلق وما بقى في حتى بعد ما يرجع صديقنا سعد. ما لازم الموضوع ننساه انه خلص نرجع حياتنا الطبيعيه، لانه شفنا مرقت فتره توقفت هيدي الاعمال شوي بسحر ساحر وباي طريقه، اول شيء بالنهار وبعدين مثل سوري على التعبير انه ما بدي استعمل كلمات، بس انه مستهترين مش شايفين حدا، مثل كانه برغش كل العالم، بيجوا بيسحبوا شخص هيك من قدام محله وبيته وبقلب منطقته اللي عايش فيها وربيان فيها وقدام جيرانه واهله، وبعروضها على شاشات التلفزيونات كلها. ما بعتقد هيدا المشهد استفز كل انسان. كسياسي وكمتابع، القوى الامنيه ما تاخرت من بعد ما كان معروف اليوم مين الخاطفين والفيديو موجود يعني ما في صار تاخير؟ حتى ما احكي بالمطلق التاخير، حتى قبل الحادثه صار، لانه بنعرف كلنا الامن استباقي، كمان في امور قبل ما تصير الحادثه لازم كانت في خلايا ارهابيه تم اعتقالها واكتشافها قبل ما تقوم قبل ما تفجر حالها، ولقطوا معها كل العده وكل المستلزمات اللي كانت معهم لحتى يقوموا بالعمليه. اليوم هيدا الامن الاستباقي مطلوب، وبعتقد حتى ما عاد بدي زيع سر يعني صار بالوحي مبين. اليوم بقدر اقول السلطه السياسيه اخذي قرار انه بدها ترجع الامن على البقاع، يعني بدنا ننتظر بوقت معين اللي اكيد بيرجع للاجهزه تحدده. اليوم برايك حسب معلومات بتوصلكم؟ انا المعلومات اللي معي، بس ليش هلا ما حبيت احكي فيها؟ لانه امبارح كان عندي نفس المعلومات عشيه، عبنا بالليل بدنا نشهد اطلاق سراح وانه توصلوا للمكان الموجودين فيه. تفاجئنا انه هلا كمان ذات المعلومات، انا من خلال فتره قصيره حكيت مع مسؤول المخابرات، العميد المسؤول عن المخابرات بالبقاع، وقال لي بساعات هني صاروا متوصلين لنتيجة، بس ما بقدر أنا أعلنها بشكل رسمي، بس هيدي المعلومات المتوفرة، وأكيد نحن كلنا أمل أنه تكون مضبوطة. نعم، يعني إن شاء الله خير كريستين. معلومات يعني مثل ما عم بيقول سعادة النائب ما في شيء مؤكد، ولكن في معلومات يعني هيك مثل بوادر خير بإطلاق سراح رجل الأعمال المخطوف سعد ريشة. وكان كمان ذكر زميلنا شوقي سعيد ببريتال نفذ عددا من أهالي البلدة وفعالياتها اعتصاما. نعم ليال، سوف نتابع تقريرا مفصلا حول هذا الاحتجاج في سياق نعم. النشرة. ذكرت قناة المنار منذ قليل أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. ونعود إلى الموضوع البقاعي، في بريتال تضامنت الفعاليات مع عائلة المخطوف ريشة واعتصمت استنكارا.
نفذ عدد من فعاليات بريتال ومجلسها البلدي اعتصاما على الطريق العام للبلدة، تخلله قطع الطريق لبعض الوقت احتجاجا على عمليات الخطف المتكررة وتضامنا مع ذوي المخطوف سعد ريشة. رئيس البلدية أحمد إسماعيل طالب بإطلاق سراح ريشة، معتبرا أن الخاطفين لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن بريتال منبع الشهداء وستقف دائما في وجه التكفيريين. هذه الوقفة هي وقفة تضامن ورسالة محبة لأهلنا، عائلة ريشة وأهلنا في كل زحلي، لنقول لهم أن ما يؤذيكم يؤذينا وما آلمكم آلمنا بنفس المستوى، ونطالب دولتنا الكريمة بإنتاج أوضاع أمنية تليق ببريتال وبزحلي وبكل البقاع وبكل مناطق البقاع، وتليق بتضحياتها، ونطالب بحذف الصورة المشوهة عن هذه المنطقة بأفعال فردية من هنا أو هناك. الحقيقة اليوم يقال أن هذا الفعل ارتكبه أشخاص من بريتال، سواء كانوا من بريتال أو من غير بريتال، هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. ورفع المتظاهرون لافتات استنكرت ظاهرة الخطف. نشر الإعلام الحربي عبر تويتر فيديو يظهر استهداف عناصر حزب الله دشمة لمسلحي داعش بصاروخ موجه عند مرتفع الصهريج في جرود رأس بعلبك. وأشار الإعلام الحربي إلى أن العملية التي نفذت ليلة أمس أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل بيروت صباحا، وأكد أمامه تمسك لبنان بالتضامن العربي. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي زار قصر بعبدة أن لبنان يتمسك بالتضامن العربي، وأن الجامعة العربية يجب أن تبقى مرجعية على رغم الانقسامات. الضيف العربي من جانبه عرض مع رئيس الجمهورية شؤون القمة العربية في الأردن والوضع الإقليمي ودور لبنان في جامعة الدول العربية، داعين العماد عون إلى زيارة مقر الجامعة في القاهرة. قدمت له دعوة لزيارة الجامعة العربية وقبلها شاكرا ووعد أن تتم قريبا. اتفقنا أنه يلقي كلمة أمام مجلس الجامعة عند حضوره إلى القاهرة قريبا بإذن الله. وردا على سؤال، أعلن أبو الغيط انشغال الجامعة العربية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا فيما يتعلق بمسألة القدس الشرقية. لا نعرف ما ينوي الرئيس الأمريكي أن يفعله بعد هذه الأحاديث الطويلة الممتدة على مدى عام. سوف نتابع، سوف نراقب. يشغلنا جدا حديثه عن القدس الشرقية، ونأمل أن يأخذ حذره وأن يتحسب من خطوات فيما يتعلق بالقدس الشرقية، لأنه الوضع ربما يكون له عواقبه العميقة جدا إذا ما اتخذت خطوة غير مدروسة. وإلى عين التين توجه الدبلوماسي العربي وبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية. أكدت للرئيس نبيه بري أن الجامعة العربية تؤيد لبنان، تقف معها، ونتحادث أيضا مع المجتمع الدولي، مع الدول المانحة، مع المنظمات الدولية لكيفية مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهؤلاء. واختتم أبو الغيط زيارته القصيرة إلى لبنان بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري. التحضيرات لحفل تنصيب ترامب تتكثف بالتزامن مع بدء المواجهات بين الشرطة ومعارضي الإدارة الجديدة.
تتجه الأنظار اليوم إلى الولايات المتحدة والعاصمة واشنطن بالتحديد بانتظار مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حفل يحضره الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وعدد من كبار المسؤولين. ومع اقتراب موعد حفل التنصيب الذي سيقام عند 5 بتوقيت غرينتش، تحولت واشنطن إلى حصن عسكري فعلي بالتزامن مع خروج آلاف المواطنين إلى شوارع نيويورك وواشنطن للتعبير عن استيائهم من إدارة ترامب القادمة. ومن المتوقع أن يتدفق إلى شوارع واشنطن نحو 900,000 مواطن سواء من مؤيدي ترامب أو من معارضيه لحضور مراسم التنصيب وفقا لتقديرات الجهات المنظمة للحدث. وصرح وزير الأمن الداخلي جاي جونسون أن الشرطة تسعى للفصل بين المجموعات باستخدام أساليب شبيهة بتلك التي استخدمت خلال المؤتمرات السياسية في العام الماضي. وستعتمد الشرطة الأمريكية على أكثر من 28,000 عنصر أمن تم استنفارهم لحضور هذه المراسم من أجل حماية كل المسؤولين الأمريكيين. هذا وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اشتباكات متفرقة حصلت بين متظاهرين معارضين لترامب وشرطة مكافحة الشغب بعد أن قاموا برفع شعارات مناهضة للرئيس المنتخب. ولجأت الشرطة إلى استخدام قنابل مسيلة للدموع ومواد كيميائية لتفريق المتظاهرين من دون أن تعلن الشرطة عن اعتقال أي شخص. وفي نيويورك احتشد الآلاف وبينهم عدد من المشاهير في المنطقة التي يقع فيها برج وفندق ترامب انترناشونال، وذلك احتجاجا على مواقفه عشية تنصيبه. وشارك في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب رئيس بلدية نيويورك كل من الممثل روبرت دينيرو، المغنية شير، الممثل أليك بولدوين والمخرج مايكل مور. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا على بعضها: مكافحة ترامب كل يوم، العدالة والحقوق المدنية للجميع، والحب يتغلب على الكراهية. بعد الفاصل حرب نسبية بين جنبلاط ووهاب. أمنياً، دهمت قوة من الجيش صباحاً مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين عند مدخل صيدا الشمالي، حيث جرى توقيف 66 شخصاً لعدم حيازتهم أوراق ثبوتية ومخالفتهم شروط الإقامة، إشارة إلى أن مجمع الأوزاعي مكون من 5 طبقات ويضم نحو 175 أسرة من النازحين. قانون الانتخاب القائم على النسبية كان مجدداً موضع جدل بين النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب. فقال جنبلاط في تغريدة عبر تويتر: النسبية في نظام طائفي توازي المنزلة بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار. وعلى الفور رد وهاب قائلا: من يريد الاستمرار في قهر الناس يرفض النسبية، وأنا الأوان لتصغير البوستات الانتخابية. وأضاف: لا يجوز أن يستعمل البعض كل الأسلحة غير المشروعة والتهويل الرخيص لضمان التوريث السهل من دون الأخذ بالاعتبار مصالح الوطن. ودعا جنبلاط لخوض معركة الحقوق الدرزية في الإدارة والإنماء والحقوق الوظيفية للناس، وقال: هذا أهم من تأمين الوراثة السياسية. دعا الوزير السابق فيصل كرامي مفتي الجمهورية إلى إطلاق مبادرة تجمع رموز الطائفة السنية، وانتقد قانون 60 مشيرا إلى أنه يعني انقسام الكتلة السنية، موجها رسالة إلى الرئيس سعد الحريري. أتوجه إلى الرئيس الحريري بكل محبة وبكل وضوح، وأقول له أننا كلنا معك في حفظ مواقع وحقوق الطائفة بغض النظر عن توافقنا واختلافنا في السياسة، محذرا حذاري من المزيد من التنازلات. الحل حصرا وقطعا لا يكون سوى عبر الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخابات يعتمد النسبية، وبيعملوا انتخابات بلدية بوجود السلاح، بس توصل القصة للنسبية بيقولوا لك لا في سلاح. يا أخوان عم يضحكوا على الناس، وهيدي للأسف الشديد كذبة غير موفقة، خليهم يلعبوا غيرها. بعد الفاصل جرح نائبتين تركيتين تحت قبة البرلمان.
في أخبارنا الدولية، أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل 3 أشخاص وجرح 20 في عملية دهس بسيارة لعدد من المشاة وسط مدينة ملبورن. وأظهرت مقاطع فيديو السيارة التي كانت تتحرك بطريقة دائرية وغير طبيعية وسط المارة قبيل عملية الدهس التي وقعت خلال فترة الغداء المزدحمة. واعتقلت الشرطة سائق السيارة، كما أغلقت مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام. وأشارت الشرطة إلى أن الحادث الذي لم تعرف دوافعه على الفور لا صلة له بالإرهاب. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محادثات أستانا خطوة مهمة للتأسيس لإطار عمل في جنيف، مشيرا إلى استعداد بلاده لبدء حوار بناء مع واشنطن. وفي تصريح له لفت لافروف إلى أن ثمة مؤشرات إيجابية ملحوظة فيما يخص عملية السلام في سوريا. في الخبر الأخير، قيدت نائبة تركية نفسها احتجاجا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل من شأنها أن تعطي صلاحيات برلمانية إضافية للرئيس أردوغان. وقد شهد البرلمان عراكا بين نواب معارضين وموالين للتعديل أسفر عن جرح نائبتين، ما أدى إلى تعليق الجلسة. وفي التفاصيل، فقد ربطت النائبة المستقلة آيلين نازلياكا يدها بالمذياع على المنصة، ما اضطر نائب رئيس البرلمان لوقف مناقشة المشروع. وبموجب التعديلات ستكون للرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنوابه. كان في العناوين، قطع الطرق والاحتجاجات مستمرة في زحل والبقاع تنديدا بخطف ريشة. نحن اليوم إذا دولة ما رح تاخذ لنا حقنا، نحن مضطرين ناخذ حقنا بإيدنا. وبريتال تعتصم تضامنا. هي وقفة تضامن ورسالة محبة لأهلنا، عائلة ريشة وأهلنا في كل زحلي. حزب الله يستهدف موقعا لداعش في جرود رأس بعلبك. أبو الغيط في بيروت وعون، لبنان متمسك بالتضامن العربي. مساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات لهؤلاء. ترامب يدخل البيت الأبيض على وقع التظاهرات الشعبية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار عبر موقعنا الجديد .tv، صفحتنا عبر فيسبوك الجديد أونلاين، وحسابنا عبر تويتر الجديد نيوز. الموعد الإخباري يتجدد في النشرة المسائية.